دلوقتي بنروح مع بعض لخبر آخر، وهو كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة الغريفة بالظهير الصحراوي غرب مدينة ملوي جنوب مدينة ألمنيا. وقال وزيري أن البعثة المصرية كشفت عن جبانة الدولة الحديثة للإقليم الخامس عشر والعديد من الاكتشافات الأثرية الأخرى. وعلشان نعرف أكثر عن الاكتشافات الأثرية وتفاصيل عن ما وجد وما اكتشف، بيشرفنا عبر الهاتف الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير أستاذ مجدي. أستاذ مونيكا صباح الخير حضرتك وأستاذ أندرو وكل مشاهدين حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. حابين حضرتك تدينا فكرة أكتر عن الاكتشاف الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة السياحة. وهذا الاكتشاف في منطقة مهمة جدا، هي منطقة محافظة المنيا، ومعروف محافظة المنيا من أهم المدن الأثرية في مصر كلها. يعني أنا في رأيي إن هي يعني بتفوق الأقصر في بعض الأحيان أو في بعض الأشياء، لأن معروف إن أول نظرية للتوحيد خرجت من منطقة العمارنة من منطقة المنيا. أول أولمبياد في المصارعة اللي أتمنى نغيرها للمصارعة المصرية وليس المصارعة اللي هي الرومانية خرجت من منطقة بني حسن. كمان أول معبود اللي هو جيبوتي اللي هو التحوت اللي احنا بنسميه شهر تود، اللي هو أول شهر في السنة المصرية القديمة أو أول شهر في السنة القبطية، كان موجود في هذا المكان. وبالتالي منطقة المنيا منطقة مهمة جدا جدا. تاني حاجة إن هذه البعثة هي بعثة مصرية بتعمل في هذا المكان من 2017، قدرت تتوصل امبارح إلى أشياء أنا بعتبرها هامة جدا جدا. المنطقة اسمها الغريفة، الغريفة دي تصغيرا لكلمة الغرفة، وبالتالي هذه المنطقة كانت يعني دايما هم يدورهم أو هم وجدوا الإقليم الخمستاشر دي كانت عاصمة الأشمونيين، وكانت في موجود من الدولة القديمة ووجدوا مقابر للدولة القديمة وعصر الانتقال الأول والدولة الوسطى. ولكن المشكلة أين مقابر الدولة الحديثة والعصر المتأخر؟ فإمبارح تم اكتشاف المقابر اللي وجدوها بتنسب للعصر أو عصر الدولة الحديثة، فده اكتشاف يعتبر جديد جدا، وبالتالي هيؤثر إن شاء الله في المستقبل إن أكيد هنكمل في هذا النطاق وبالتالي هنجد مقابر مهمة في هذا الموضوع. المقابر اللي اتوجدت هي مقابر مهمة جدا لأحد الكهنة المهمين اسمه جحوثي مسو، والراجل دي كان مسؤول عن يعني الحظيرة بتاعت الصرام بتاع المعبود أمون، ودي كان مهم جدا جدا. لقوا مقبرتين لسيدتين، مقبرة أو تابوت لسيدة اسمها ناني، ودي بان ان كل ناني في العصر الحديث ده جدتك كان اسمها ناني. ناني دي كانت هي منشدة للمعبود جحوتي، يعني كانت هي اللي ماسكه فرقة الانشاد الديني في داخل المعبد، وبالتالي وضعها كان وضعها الديني مهم جدا جدا. لذلك لما بنخش المعابد بنجد ان دايما يعني بنائها بتبقى مختلف تماما عشان تضخم الصوت وتدي له احساس اثناء هذا الانشاد. ف يعني التابوت بتاعها كان تابوت مهم جدا، واتوجد تابوت لسيده كمان اسمها طادي ايسا، ودي كان ابوها كان بيسموه عظيم الخمسه، ودي كانت منصب مهم جدا جدا. يمكن اجمل حاجه في هذه لهذه السيده ان اتوجد عليها ازار او فستان، هذا الفستان معمول من الخرز الملون ودي كان مهم جدا. ولكن الاخطر والاهم ان اتوجد برديه، وكانت عندنا مشكله في مصر ان احنا بقالنا يعني عشرات السنوات يمكن اكتر من 120 سنه ما اتوجدناش برد كبير جدا، ولكن البعثة المصرية في 2020 اللي هي كانت شغالة في سقارة وجدت ثلاث برديات احجام ضخمة جدا. وامبارح منطقة الغريفة اصفرت عن ما برضه بردية مهمة جدا. هذه البردية بيبلغ طولها ما بين 13 و15 متر لانها لسه محتاجة لترميم. فيها ما يسمى بكتاب الموتى اللي العلماء بيسموه كتاب الخروج من النار، ودي كان كتاب ديني بيوضع مع التابوت لكي يساعد المتوفي في رحلته في العالم الاخر. هذا بجانب بعض اللقى الاثرية من يعني اللي هي الحلي وبعض التمائم. والاخطر كمان ان توجد بعض ما يسمى بايه الاواني الكنوبيه، وهي الاواني التي كانت يوضع فيها الاحشاء بتاعه المتوفي اثناء عمليه التحنيط، لان اثناء التحنيط بيخرجوا كل ما له علاقه بداخل البطن زي الرئه زي الامعاء زي المعده، كل ده بيحنط وبيوضع في ما يسمى بالاواني الكنوبيه. هذه الاواني وجدت اواني ملونه، وبالتالي هذا الكشف لم يكتفي فقط بالمقابر، ولكن المقابر هي طبعا مش ملونه للاسف فشلوش، ولكن اتوجد فيها توابيت، اتوجد فيها لقاء اثريه، اتوجد فيها بردي، اتوجد فيها تمائم، اتوجد فيها اشياء مهمه جدا جدا. بعضها تعرض في المتاحف، والبعض الاخر الذي لم يسمح له باسنان العرض المتحفي هيتحط في المخازن ويسجل. كل وسائل الاعلام كانت موجوده امبارح، ودي ان دل على شيء فبيدل ان احنا مصر في ظل الاوضاع السياسيه الدوليه وما تشهده العالم من مشاكل وحروب وازمات، مصر بتنور للدنيا. واحنا كان عندنا يوم الخميس افتتاح المتحف اللي هو اليوناني الروماني في اسكندريه، وامبارح كان عندنا هذا الكشف العظيم. صحيح، ان احنا لسه عندنا اثار ولسه عندنا حكايات قديمه في ظل الازمات. صحيح، ان احنا بننور وبنلقي ضوء او بنقول للدنيا
يعني احنا دايما بنهتم بالعلم والثقافه، فانا شايف امبارح كان هذا الاكتشاف كان اكتشاف موفق جدا، واعلان الاكتشاف عنه او اعلان الاعلان عنه كان وقته مهم جدا. صحيح، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح وهذه المداخله الاثريه الاستاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار.